احتفالية عيد الطالب حبينا تكون ليست فقط احتفالية مركزية، حبينا تكون لها ارتباط بالخدمة اللي هي أساس عمل الاتحاد الوطني لطلبة سوريا. فبالتالي اليوم العيد ارتبط بخدمات قدم اليوم الاتحاد الوطني لطلبة سوريا، عرضناها اليوم مباشر للطلاب. أحد أهم هذه الخدمات اليوم اللي أطلقناها هي الخدمة الإلكترونية للطالب المرتبط مع موقع خدمة المواطن الإلكتروني. وبالتالي اليوم نحن الأونلاين أصبحت الخدمة على الموقع قادر الطالب في جامعة دمشق، طبعا مبدئيا في جامعة دمشق وسوف ينتقل لبقية الجامعات، أن يحصل على 3 وثائق كما ذكرنا اليوم بالحفل، وهي وثائق كانت باستطلاع أطلقه الاتحاد للطلاب. الخدمة الثانية هي تطبيق التفاعل اللي أطلقه مع تطبيق مجموعة من الطلاب مأجزينه. باسمي وزملائي في المكتب التنفيذي للاتحاد الوطني لطلبة سوريا نعايد كل الطلاب وأعضاء الهيئة التدريسية في كل الجامعات والمعاهد السورية على امتداد الوطن وطلاب سوريا الذين دائما وأبدا كانوا نموذج مشرف لكل أشكال الصمود في الوطن، قدموا نموذج مشرف في كل أشكال العلم والمعرفة، كانوا على عكس ما أرادهم الغير، كانوا هم صمام الأمان مع رجال الجيش العربي السوري في الصمود في مقاعد العلم والمعرفة بالوقت الذي طالنا الإرهاب في أكثر من مقر جامعي، لكن طلبة سوريا بقوا صامدين. عم نحاول قدر الإمكان نكرس للمفاهيم الطلابية، نوجه كامل الرعاية للطالب، وهذا الشيء عم نشوفه بشكل واضح من خلال وزارة التعليم العالي وجهود الاتحاد الوطني لطلبة سوريا، وحتى بالمراسيم اللي صدرت خلال هذا العام والعام الفائت فيما يخص الطالب والتأكيد على أهميته من حيث أنه يكون شباب واعي، شباب منظم، شباب عنده هدف قادر يوصل له من خلال المرحلة التعليمية وأهمية الحياة الجامعية للطالب. قول ألف مبروك لكل طالب بهالذكرى الحلوة. مثل ما شفنا عمل الاتحاد الوطني لطلبة سوريا فعالية كتير حلوة بهذا اليوم، وكان يوم كتير مميز. بحب أتشكرهم كتير على الخدمة الإلكترونية اللي أطلقوها. إنت الأمين.